ليش يعني حاطط قوته كلها طيبة؟ أول شيء طيبة اليوم هي يعني لها مكانة في قلوب الناس. مو بس طيبة جوبر كلها، أنا ماني من جوبر يعني، بس جوبر كلها لها مكان خاص عند كل أهل الشام. هلا جوبر مثل ما أنت حكيت، لكن طيبة طيبة جوبر، والمكان أقرب له لرحبة الدبابات وغيرها. لكن بإذن الله عز وجل، بإذن الله الله رح يصبر هالشباب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. شيخي بإذن الله لن تنكسر، ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله إذا انكسرت لن تنكسر إلا على أشلائنا بإذن الله عز وجل، ولن ننكسر، لأنه نحن نعلم أن الله قال الله ولي الذين آمنوا. نعلم أن الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله رح يدافع عنا؟ إذا الله دافع عنا ما هي أمريكا وما هي أوروبا وما هي إيران وروسيا، كلها عبيد. الله بلحظة يقلب الموازين. عسكر يرد عنا يا معين عاجزين. الله يفتح عليكم، اثبتوا يا جماعة. اسمعنا القادم الجامعة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. سعدين. يلا يا رب. بسم الله.